متابعينا الأعزاء، الله يسعد أوقاتكم وكل خير. مجالس مفتوحة في مدينة حائل، ولقانا هذا اليوم مع أبو مطير. تفضل، الله يطول عمرك. يا هلا ومرحبا أبو عبد الله. عرفنا عن نفسك. الله يعافيك. معك صويلح سعود الطعميس. وأول شيء نقول الله يبيض وجهك على هالبرنامج الطيب يا أبو عبد الله نواف العنزي، والله يبيض وجهها اللي يسيروا علينا ونسونا. وحنا إن شاء الله كل يوم جمعة من طلعت الشمس يا صلاة الجمعة، وحنا الجماعة موجودين، وحياكم الله الجميع اللي حولنا من جميع طوائف. الموقع حي الخزامة جوار جامع عبد الله الزعل، ومشكورين ومشكور على هالفعل الطيبة. حدثني عن شبتك، من كم صار له الله يعافيك طولنا. والله ما على مدى من جيت فدير، هن كنت بلد شرقية وجيت من هنا حدود لي 15 سنة، وبدينا بالشبات، ولا كنا أول ما أعرف الشبات يوم حنا بالشرقية أعمال وكذا. من جيتنا بهذا علمونا رجالي مثلك وشرواك الشبات الطيبة. الله يعافيك، الله يبارك فيك. يسلم أبو بطير، الله يعطيك العافية. وحن كل جمعة حنا عنده، والله يعطيها العافية ويسلمه. وتسلم أنت أبو عبد الله، رفعت روسنا. أي الله ويوفقك إن شاء الله على كل خير. من أنت الله يعافيك؟ خلف بن حمد بن عقل الصليطي الشمري. ونعم الله. ما عليك سوء. تسلم. نعم أبو خالد. يعطيكم العافية. هلا أبو مطير. هلا، صباح الخير. هلا، امسك هذا مشان نسلم على حالك. ما احنا قاطعين، ما احنا قاطعين. علي مو لا، انا جنب بعض الربع بعد مجلس المبروك. هلا بالبايه. هنا عشرة نعومه. هنا هلا 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 هلا. اي والله نعم، اي والله نعم. ابو مطير. هلا يا هلا، من عرفني بنفسك. الله صباحكم الله بالخير يا جميع. يا هلا مرحبا. انا منزل ابو مطير الهربيد. ونعم. وبشواربكم حنا مجلس سويلح، مجلس سويلح ابو مطير. صبح الجمعه يا اليوم، كل جمعه شاب الله يجزاه بالخير ويجمعنا ونجتمع عنده الغانمين من كل مكان. والله يبيض وجهه ويجزاه خير وشكرا. والحش ان شاء الله نكمل باكر العصر ببيتي ان شاء الله. لكم لقنا احسن من كذا، لكن انا هالحين مستحي ما اقوى اكمل لكم بعض الشيء الا ببيتي ان شاء الله. شكرا. طول عمرك. طول عمرك. ابو ماجد يا هلا. عارف عن نفسك. يا هلا. مبارك بن تازي الغيثي. ونعم. الشمري. نعم. يا هلا ويا مسهلا. يا ابو عبد الله، رفعت روس انا. طول عمرك. راسك. وهذا اعلام نفتخر به. انا عندي شبه يوم الخميس العصر مزرعت لي بالخطه، خطه شمال حايل حول 40 كيلو. نعم. كل عصر نشب بها الشبه. نعم. ودائما مفتوحه المزرعه والقهوه دائما موجوده. ما هو بس الخميس، دائما موجودة للضيوف اللي يجون واللي يروحون ويتفرجون على المزرعة. اي والله. الله يحييك. طيب كلمة لأبو مطير، احنا نتواجد عندها الصبح. اي والله، أبو مطير دائما تواجد عنده كل جمعة من الصباح، من صلاة، من بعد صلاة الصبح وإلى قدام صلاة الجمعة. ومشكور على جمعه لرجال الغانمين. الله يسلمك. الله يطول عمرك. مع السلامة. الله يسلمك. السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما من شيء نقول، ولا انه ابو مطير يشب من الصبح للظهر. كثر الله خير ونجتمع عنده كل جمعة. وحايل والحارة هذه كلها شبات. هلا هلا هلا. كل عصر شبات. انا يوميا العصر الشب. انا بشير فلقي الشلاجي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا مشكور ابو عبد الله، مشكور انه يطلع صيتنا. والسلام عليكم. لا خله عندك.
وش تعني لك الشبات الله يطول عمرك؟ وش الفائدة منها؟ فائدة منها الاجتماع والوناسة ورغبة المجتمع يبون هالشكل كلها الحائل هلو. طيب وش رأيك ببرنامجنا مجلس مفتوح؟ برنامجكم ممتاز وكثر الله خيركم وعافاكم الله. حنا والله ما حنا متعلمين حتى أن حنا بدو. والسلام عليكم. مسلم صبح الغيثي. الله يجزاك خير أول شيء يا أبو عبد الله على هالبرنامج الطيب الحلو. وأما بالنسبة للشبات شبات حائل، حنا هذا أبو مطير شبته معروفة يوم الجمعة الصباح إلى الظهر، والعصر نروح عند واحد ثاني، والسبت عند واحد ثاني، والعصر السبت عند واحد ثاني، يعني كل يوم حنا خاص يا اللي فاضيين ما احنا موظفين. وما الشبت عموم حائل كل اهل حائل عمومهم يشبون، كل اهل حائل بصفه عامه يشبون، يعني ما تجي مع شارع الا تلقى لك بابين ثلاث مفتوحات حضر وبدو وقرايه وكله، يعني كل حائل هاي طبيعته، بيئه حائل هالشكل مخلوق على هالشكل. اي والله. اما حنا نشكرك والله على هالبرنامج الناجح وكثر الله من امثالك، وهذا ان شاء الله تدعم المنطقه بصفه عامه. اي والله. وانت يعني ما يحتاج نومستنا حنا، شجعتنا على اي والله. الله يجزاك خير وعلمك غاني، وحنا نسمع بك قبل ما نشوفك، والله نسمع بك نقرا عنك باليوتيوب قبل ما نشوفك، وانا ما شفتك الا اليوم والله يا رجل. اي والله. لكن والله علومك غاني ومشيك وجلساتك ولقاءاتك كلها ناجحة، وما نقول الله يوفقك، بس ندعي لك بالتوفيق. الله يجزاك خير يا أبو عبد الله، وشاكرين لك هاللقاء، شاكر لك. أما أنا بالنسبة لشبتي يوم الربوع العصر، الله يحييك أنت والحاضرين والموقع صديان الغربي المنتزه الغربي، إن جيت وحياكم الله وإن رحت وحفظكم الله. يا الله يكثر من أمثالك الطيبين اللي مثلك، شاكر ومقدر. وأنا لك مني كل الشكر والتقدير على الكلمة الطيبة، شكرا لك. هل 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 بس عرفني بنفسك، عرفني بنفسك. اسم محمد بقياد فايز العليان الشمري. ونعم والله ونعم. وكل شمر يشبون. ونعم. أي والله. أي والله شمر وغيره. وشمر وغيره والحائل وابد ألقيها الطيبة. وحنا عند مطير الحين كلمة له. أي والله أبو مطير كل يوم جمعة يشب من الصبح لصلاة الجمعة. الله يبيض وجهه ومن يسمع. الله يجزاك خير. إيه. يا هلا يا هلا. والله إن ضروري إنك بس تطلع باسمك، بس عرفني باسمك بس. لا والله ضروري. أي والله هو نعم هذا. أي والله بيض الله وجهه. كان هذا اللقاء ما شاء الله تبارك الله عند أبو مطير، والله يكثر خيره ويزيده، وحنا المجال مفتوح للكلام، واللي عنده قصيد واللي عنده كلام واللي ما يبي هو حر. وأبو مطير الله يكثر خيرك، يطول عمرك ويحفظك وواجهك. حنا نحاول نختم معك، الله يطول عمرك. أول شيء مشكور يا أبو عبد الله على هالبرنامج الطيب، وهذه إن شاء الله يتقدم بها رجال مثلك وشرواك من جميع القبائل، وهالشبات وجمعتهم تعرف على بعض التعارف، وهذا شيء طيب. والرجال يقول مجالس مدارس، ولا نقول ولا عندنا شيء نقوله، نقول الله يبيض وجهك اكثر كذلك. شكرا. شكرا لكم متابعينا الاعزاء. كان هذا اللقاء بيت اخينا صويدر. ونعم والله الف نعم. والى لقاء ثاني من مجالس مفتوحه في مدينه حائل. شكرا لكم.